هاجمت البرازيل من اللحظة الأولى متلهفة للفوز بطريقة تبهر المعجبين. لم يكن الهدف بعيدا. أثار ذلك رد الفعل. بالتأكيد ستفتح الأبواب ليسدد البرازيليون بحرية بقيادة المهاجم اللامع زيزينيو، لكن الأوروغواي هم من ألد الأعداء، وقد شاهد البرازيليون بتوتر جيرانهم يعادلون النتيجة بواسطة سكيافينو. كان هذا الهدف الذي هزم البرازيل، ليس الثاني بل كان الأول. المعجبون في الملعب فجأة أصبحوا صامتين. أحسسنا أن اللاعبين مسؤولون عن ذلك، وقد تسمروا آنذاك في الملعب، تسمروا صامتين. كان كالحمام البارد. كل ما احتجنا إليه هو التعادل، لكن عندما عادلت الأوروغواي النتيجة وبعد ذلك بوقت قصير سجلوا الهدف الثاني، وقد انتهى كل شيء بعد ذلك. بالنسبة إلى الحارس باربوسا والمعجبين المصدومين، حصل شيء غير متوقع وتلاه الأسوأ. لقد بدأنا نهتف بأعلى أصواتنا: البرازيل البرازيل، لكننا لم نكن مسرورين، وقد صدمنا مجددا عندما تجنب جيجيا دي غرادي ودخل في منطقة الجزاء وأدخل الكرة في الشبكة. قامت البرازيل بهجوم متأخر، لكن فريق الأوروغواي مع كل الخبرة ببطولة سابقة قد تماسك. الحلم أصبح كابوسا. لو لعبنا مع الأوروغواي في وقت آخر أكثر من 10 مرات لكنا هزمناهم 11 مرة. 11 مرة. حماسة الأوروغواي كانت مقابلة لتعاسة البرازيليين، حيث أن المعجبين المصدومين قد غادروا الملعب قبل توزيع الميداليات. كانت غرفة تبديل الملابس مزينة. كان هناك لاعبون يبكون بيأس كما يحصل في الخسارة دائما، لكن هذا الجو يغمره عدم التصديق. كان الفريق تحت تأثير الصدمة. كانت كارثة وطنية انتشرت من الأمازون إلى ريو غراندي دي سول. أكثر من 200,000 شخص أصبحوا صامتين هكذا دون أي كلام، بحيث يمكنك سماع طنين الذباب. بعض الناس تعرضوا لنوبات قلبية، وآخرون حاولوا الانتحار، لكننا أيضا استفدنا. لقد شكرنا الله لأننا في ذلك اليوم تعلمنا أن الفوز في كرة القدم لا يكون بالكلام، بل بالأرجل والقلب والعقل والقدرة على التسديد. هذا ما تعلمناه. لقد عانت كرة القدم الكثير بالنسبة إلى الشعب. أظن أن الخسارة قد ساعدتنا على تحسين أدائنا عام 58، مثلما ساعدتنا بعد الهزيمة سنة 90 على التحسن عام 94.